في إطار الرفع من الكوادر العاملة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي والحفاظ على مصلحة الفلاحين والأمن الغذائي، أقيمت في مدينة غدامس الدورة التدريبية لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي والتعرف على جهاز إرسال المعلومات من الميدان. هذه مناسبة سعيدة أن نحن في صدد اختتام دورة تدريبية في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي احتضنتها مدينة غدامس، وخصوصا أنه يعني أن مكتب الجراد الصحراوي غدامس تبعيته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي. وهذه الدورة كان لها الدور الفعال في تنشيط كوادر من مختلف مناطق ليبيا. الدورة أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، استهدفت من خلالها 23 متدربا من العاملين في اللجنة والمكاتب التابعة لها من مختلف مدن ليبيا. قمنا بدورة تدريبية في مجال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي واستعمال تقنية جهاز إليكوستري اللي كان جديد عليه المنطقة. باستعمالها كنا نستعمله في أجهزة قديمة، وتم تحديد جهاز الإليكوستري هذا بأحدث الأجهزة، تم دعمه بجهاز GPS وكذلك جهاز الواي فاي وبلاتوت باستعمال وطرق حقيقة يعني جيدة، وكانت استيعاب المتدربين جيد. 6 أيام استفاد المتدربون من مجموعة دروس نظرية وعملية متعلقة بطور حياة الجراد الصحراوي ومسارات التنقل وكيفية استخدام المبيدات والتدريب على استخدام جهاز الإرسال الحديث.